حلقة جديدة من المساء اليمني، أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم. للحرب تركتها الثقيلة على اليمنيين، الدمار المادي للمدن والأحياء والطرقات وموجات اللاجئين هي إحدى المظاهر القاسية للحرب التي فرضها تحالف المخلوع صالح الحوثي على الشعب اليمني سعيا وراء هدف استعادة السلطة بأي ثمن. لكن ثمة وجه آخر لهذه الحرب العدوانية الغاشمة، فأثرها العميق والبعيد المدى على بنية العلاقات الاجتماعية وعلى اللحمة الوطنية هو الوجه الأكثر قسوة والفعل الأشد وطأة وإيلام لهذه الحرب. المئات من اليمنيين فقدوا أقاربهم وذويهم في هذه الحرب، وفقدوا الصداقة والروابط الأخوية الحميمة التي تشكلت طيلة الفترة الماضية. الأصدقاء لم يعودوا أصدقاء، فقد تنافرت أهدافهم إلى حد التناقض والتصادم، حالة شديدة من الاستقطاب التي أحيت الروابط والهويات الأولية التي تتناقض تماما مع البنى الحديثة للمجتمع الحديث، مجتمع المواطنة والعيش المشترك. منظومة كبيرة من القيم التي ينتظم بها عيش المجتمع واستقراره انفرطت ولم تعد موجودة اليوم، بعد أن ارتفع صوت الرصاص والقذائف، وبعد أن حمل الناس السلاح على أنفسهم. إنه الجيل الرابع من الحروب التي تجعل الأعداء الحقيقيين ينجزون مهمتهم ويحققون أهدافهم في مجتمعاتنا بأقل الخسائر. فهذه الحرب تستمد طاقتها الحقيقية من الكراهية والأحقاد التي ينتجها التمايز المناطقي والمذهبي والإرادات الخفية للاستئثار بالسلطة، وهي مهمة أتقنها المخلوع صالح والحوثيون بشكل جيد. يحارب المخلوع والحوثيون باستماته لتحقيق أهداف سياسية كان بالإمكان تحقيقها عبر الأدوات السياسية، لكنهم بكل بساطة يريدون رفع كلفة الاستيلاء على السلطة عبر استدعاء اليمنيين إلى معركة لا حدود لها ولا أفق ولا حتى عداد لحساب الكلفة. فالقتلى والجرحى ربما لا قيمة لهم، والعلاقات والوشائج الاجتماعية التي تمزقت وانتهكت أيضا لا أسف عليها في نظر هؤلاء. لهذا تبدو الكلفة عالية إذا لم يتنبه اليمنيون ويتكتلون لإفشال مخطط تمزيق اليمن أرض وإنسانا. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، نناقش فيها الكلفة الاجتماعية للحرب والانقلاب، وسيكون معي هنا ضيف في الاستوديو الكاتب الصحفي والناشط حفظ الله العميري. أهلا بك. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بمشاهدينا مرة أخرى وبالضيوف الذين سيكونوا معنا عبر الهاتف، وسنعرف بهم لكن وسنتحاور معهم في هذه الحلقة، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير نعود. الوضع الاقتصادي بكل الأحوال أتعب الناس يعني بشكل كبير جدا، والحمد لله يعني رغم كذا الناس متعايشين، ولكن بطريقة متعبة يعني بطريقة الناس في حالة يرثى لها. بأرواح منهكة عاش كثير من اليمنيين عيدهم الذي أصرت الميليشيا للمرة الرابعة على سرقة أيامه من أعمارهم، عيد مرت أيامه دون معانيه، فالأسواق التي كانت تعمر بيوتا وتحيي نفوسا صارت تشكو الفراغ، حتى سوق الماشية هذا عادت منه كثير من المواشي إلى مراعيها التي جاءت منها، وهي التي كانت إذا جاءت لا تعود. كما أصبحت ملابس الأطفال هذه داخل أغلفتها، وهي التي كانت تمتلئ بأطفال يعيشون البهجة وينثرونها كالحلوى والألعاب. البيوت التي كانت عامرة تستقبل الزوار أقفلت أبوابها أو سقطت أسقفها، والسكان ما بين نازح محتاج أو منتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. أجواء العيد هذه ليس كالأعياد الماضية الذي نقضيها مع الأهل والجيران في بلادنا. والأوراق النقدية التي كانت تبهج العيون اختفت، وتناول الموظفون المحظوظون أوراقا رثة ومهترئة، بينما مر العيد على آخرين ينتظرون رواتبهم على أبواب مكاتب البريد، وآخرون ينتظرون أقاربهم على أبواب السجون. الأرحام اللواتي ينتظرن الزيارة من أقاربهن سيطول انتظارهن هذه المرة. الأربعين ألف جيوبنا فاضية، أولادنا بلا مصاريف، كل يوم نقول لهم بكرة بعده بكرة بعده، نحن نطلب على الأساسيات لأولادنا، ما نطلب اللي هو المستحيل. 40 ألف وين بيصل؟ ناس في عيد وفي وضع مزري، حرام عليكم. إلمتى الوضع الحال هذا يتم على كذا؟ باطل والله باطل. ومن يدري كم سيطول الانتظار، فمن لا تحرمه الحرب والسجون من حقه في الحركة والتنقل
تحرمه قلة ذات اليد. بعد أن شاهدنا هذا التقرير أعود مرة أخرى للترحيب بضيفنا في الاستوديو حفظ الله العميري. لو نبدأ من توصيفك أنت شخصيا للعلاقات الاجتماعية بيننا اليوم، كيف توصفها بعد ما حدث من انقلاب وما آلت إليه الأمور والحرب التي تشهدها اليمن الآن؟ أولا أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. بالتأكيد العلاقات الاجتماعية بعد هذه الحرب وبعد هذه المأساة التي حلت باليمن تكاد أن تنفصل عروتها بعد أن حلت هذه المأساة بنا، وبعد أن تفرق الأب وابنه، بعد أن تفرق الزوج مع زوجته، بعد أن تشتت اليمنيون بشتى مشاربهم، بعد أن تفرقت أواصر المحبة، بعد أن أدى هذا الشرخ الطائفي، بعد أن أدى هذا الشرخ الذي أوجدته هذه الحرب، العلاقات الاجتماعية أصبحت ضعيفة، أو بالمعنى الأخص أصبحت شبه منعدمة. كنت في لماذا أصبحت منعدمة وضعيفة؟ بالتأكيد التحريض الإعلامي أو الخطاب الإعلامي الذي تمارسه ميليشيات المخلوع وميليشيات الحوثيين عبر وسائل إعلامها كان له دور كبير، وبالتأكيد الخطاب الإعلامي للطرف الآخر، ولكن كان الخطاب الإعلامي لميليشيات المخلوع علي عبد الله صالح والميليشيات الحوثيين السبب الأكبر في هذه الفجوة. الآن الميليشيات في صنعاء هم في المقابل يتهمون أيضا الخطاب الإعلامي الذي في صف المقاومة أنه أيضا متهم بإيصال الأمور لما في هناك فرق بين خطاب موجه وخطاب تحريضي وبين خطاب مقاوم. أنت الآن تتعرض للتنكيل، أنت تتعرض للقتل، أنت تتعرض، فمن الطبيعي أن تقاوم حتى بالكلمة، من الطبيعي أن تقول أنا مظلوم، من الطبيعي أن تقول أنا ظلمت. ولكن هناك خطاب تحريضي يدعو إلى القتل، ليس دفاعا عن النفس وإنما القتل، مجرد القتل ذاته. طيب بالنسبة لك حفظ الله، كيف تنظر لتأثير الانقلاب والحرب على قدرة الناس على ربما تأدية واجباتهم الاجتماعية ونحن الآن في العيد؟ يعني بالتأكيد الحرب والعوز الاجتماعي الذي سببته الحرب والهجرة أو اللجوء والحالات المأساوية التي تسببت فيها الحرب، مثل كم هناك يا أسر تشردت أو قتل عائلها، أو الآن أبنائها مختطفين بالسجون، تسببت هذه العوامل كلها في إيجاد شرخ اجتماعي، في إيجاد العيد لم يعد كما في السابق. العيد أصبح في الآن عبارة عن يوم من الأيام، يعني ليست هذه البهجة الموجودة في العيد. بالنسبة للعيد اللي في ذاكرتنا كيمنيين، ما الذي تبقى من هذا العيد بعد كل ما حصل؟ أكلمك عن تجربتي الشخصية فقط، لم يبقى إلا الذكريات. أنا موجود الآن من 3 سنين في الخارج بعيدا عن أهلي، وهناك آلاف اليمنيين يعيشون هذا الشعور. لم يبقى لنا إلا الذكريات، يعني لا يوجد أي رابط يربط بين هذا العيد الذي نعيشه اليوم وبين أعيادنا في الماضي. أعيادنا في الماضي كانت بين أهلنا، أعيادنا في الماضي كان الأب مع ابنه، الآن يا الابن في السجن، أو الأب قتل في هذه الحرب. هناك تأثيرات اجتماعية كثيرة سببتها هذه الحرب وستسببها إذا طالت. طيب استأذنك نشرك معنا عبر الهاتف الأستاذ يحيى الثلاية. أهلا بك أستاذ يحيى الثلاية. مرحبا، مساء الخير أخي الكريم. عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير بداية. من العايدين إن شاء الله. بداية، تقديرك للكلفة الاجتماعية للحرب والانقلاب على علاقاتنا الاجتماعية كيمنيين، كيف تنظر لها أو كيف تقدرها؟ أولا لا شك أن الحرب والانقلاب وما شاهدت في البلاد من أحداث في 3 أو 4 سنوات الماضية ابتداء من حروب دمج ومثلها، مزق كثير من أواصر العلاقات، يعني تغيرت كثير من العلاقات من
القيم الاجتماعية والرابطة الاجتماعية بين اليمنيين. كثير من المدن غابت عنها البسمة، غابت كثير من المدن، اختفت فيها مقومات الحياة، كثير من الأسر تفرقت، كثير من مئات الآلاف من اليمنيين غادروا حدود بلدهم إلى الخارج. لا شك أن هذا الوضع غير مسبوق في تاريخ اليمن، هذا التمزق والتفكك الاجتماعي الذي ورطنا فيه الإنقلابيون من اليمنيين وأذهاب البخل والصالح. اليوم البلد مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا وخدميا تمر بمرحلة غير مسبوقة وفارقة في تاريخها. طيب أستاذ يحيى، هذا الوضع تقول أنه غير مسبوق ربما في الحالة اليمنية وبيننا كيمنيين، كانت هناك على مدى الزمن نقول القريب هناك حالات خلاف واختلاف في وجهات النظر داخل الأسرة الواحدة داخل المجتمع، هذه المرة إلى أي حد أن تنظر إلى حدة أو حدود التأثير الذي حصل في الشرخ الاجتماعي؟ إلى أين وصلنا؟ إلى أي مرحلة؟ الخلاف والاختلاف سنة من سنة الله في الكون، ليس القضية هي الخلاف والاختلاف أو التنوع أو الصراع في 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 مجمله، في كل مجتمع وفي كل امه وفي كل عصر صراع واختلاف وتقالب وخلافات وغير ذلك من التباينات الموجوده في اي مجتمع، لكن ما تشهده البلاد اليوم قضى على كل الاواصر وكل الشيم وكل الروابط القرابه. اليوم هناك اسر، هناك مواطنين لهم من مناطقهم ومن غرام اليمني. اولا نعلم جميعا ان اليمنيين او 90% من ابناء اليمن لم يكن اكثر من ذلك هم ابناء مناطق ريفيه، ونحن اليوم نمر بعيد كان اليمنيون وهم بالتاكيد هؤلاء الذين يسكنون المدن لهم اقارب الى اعياد، لهم حنين الى قراهم والى مرافع الصبا والى كذا، كل ذلك اليوم تهتك وتقطع بسبب ما احدثته هذه الحركه الاجراميه التي شهدتها البلاد. أصبح التنقل بين المحافظات شبه منعدم، أصبحت تفكير اليمنيين لكن أستاذ يحيى يقال أن اليمنيين قادرين على التعايش، قادرين على التكيف مع أي وضع. صحيح اليمنيين شعب مكافح، اليوم لا يكفي اليمنيين إنجازهم أنهم لا زالوا قادرين على العيش في وسط هذا الليل المتلاطم. اليمنيين تجاوزوا كل الاسوار التي فرضها عليهم هذا الواجع السيء جدا والبالغ السوء، وتفضلت بهم كل اسباب الموت من كل جانب، لكن مع ذلك لا يزال اليمنيون يعيشون ويحرصون على ان يعبروا عن ابتسامتهم وان يحاولوا ان يقولوا ان هناك عيد، لا زال اليمنيون يتذكرون العيد وكل هذا يتذكر، يتواصلون مع اقاربهم بالهاتف وغيرها من الوسائل، يتلاحمون. اليمن من هذه الزاويه كمجتمع لا زال اليمنيون مجتمع متماسك وواعي رغم كل المحن والعصير التي عصفت به، إلا أنه لا زال مجتمعا حيا. والمشكلة التي نشكوها اليوم هي ما فرضت عليه قيود السياسة وقيود الإرهاب العنصري والتمزيق المجتمع الذي غيرت البلاد على يد نخبة أو طغمة فاسدة لا تنتبه المجتمع ولا تراعي أصلا قيم المجتمع ولا تراعي مدى التماسك الذي يعيش فيه اليمنيون. أن تأتي يعني عصابات إرهابية من مديرية أو مديريتين أو محافظة أو محافظتين لتشرخ المجتمع هذه الشروخ وتحدث فيها بالجراحة الغيرة، فليس ذلك إلا لأنها منبتة يعني بينها قطيعة وبين. طيب تتحدث عن أسرتين أستاذ يحيى، تتحدث عن أسرتين أو قريتين أو مديريتين أحدثت كل هذا الشرخ الاجتماعي، كل هذا التمزق. اليمنيون أين هم بشكل عام؟ يعني أين هم من ما يحدث؟ لماذا لا يتنبهوا لمثل هكذا أمور؟ لماذا أو كيف تنظر أنت لتعاملهم أصلاً مع ما يحدث؟ يعني نتيجة ما وصلنا إليه أنه ربما هناك تجاوب، هناك حالة غفلة يعيشها الناس ولا يتنبهون لما يحصل. من المنطقي الدول ان اليمني غائب عما يجري هناك اليوم في البلد، اكثر من 23 جبهه تناوى هذا العبث يعني كالمقاومه الشعبيه والرفض، هذه المقاومه جبهات الحروب وهذا الخندقه وهذا الاغتراب الذي يمارسه اليمني عن مسقط راسه ما هو الا دليل عدم الغفله عن هذا عن هذه الجائحه التي ارادت ان تنهي اليمنيين وان تمحوهم تمحوهم من دائرة الفعل. اليوم اليمنيين يعبرون عن رفضهم بمختلف أنواع الرفض، بالسلم وبالحرب وبكل المحاذر بالاغتراب. اليوم اليمني يهاجروا أبناء القرى وأبناء المحافظات يهاجرون إلى المعسكرات يقضون سنة وسنتين
بعيدا عن ابنائهم وامهاتهم وزوجاتهم، ما ذلك الا لانهم يتوبون الى الحياه الكريمه والى الاستقرار والى المجتمع الحي. صحيح انهم يهاجرون ويتركون منازلهم ويذهبون المعسكرات، لكن للاسف هم يذهبون في الجبهتين في الحالتين، يعني الى الفريقين الى المعسكرين. ليس من المنطقي. اليوم الشعب اليمني اغلبه يرفض هذا العبث. هناك عصابة حاقدة ومالقة انقلبت واستخدمت أداة الدولة. فرق أن تتحدث عن شعب يكافح بأدنى مقومات الدفاع عن النفس وأن تتحدث عن عصابة أصغر الدولة واستخدمتها في تجزئة اليمنيين. هناك فرق واضح. من مع الانقلابيين اليوم؟ من مع الإمامة؟ حشدت حتى نساء في الأيام الأخيرة، وكما رأيت مثلا جرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من احتشاد كبير من حيث حتى لرؤساء الجامعات والمسؤولين عن المؤسسات الأكاديمية. هذا يعبر عن إفلات لدى هذه المؤسسات ولدى هذه الطومة التي أنهكت اليمنيين. مضطر أستاذ يحيى لمقاطعتك، هي الغريبة، مضطر لمقاطعتك حتى استفيد مما تبقى من وقت معك، واسالك سؤال اخير وارجو ان تكون اجابه بشكل مختصر. بالنسبه لك، ما هي اخطر الافعال والممارسات التي حدثت واثرت على النسيج والعلاقات الاجتماعيه بيننا كيمنيين؟ اليوم الكل اصبحنا كما تلاحظ، الكل اصبح يتحدث عن 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 شروخ عميقه في الجسم اليمني، عن مناطقيه، عن طائفيه، عن غيرها من التداعيات، عن قبلية، عن أعراض عصبية قديمة بدأت فيها هذه الكارثة. هذه أخطر ما تهدد الجسم اليمني وما تهدد الاستقرار، ولا حل إلا تجاوزها وستكون الكلفة ظاهرة للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى الثلاية، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي في الاستوديو حفظ الله العميري. سمعت حديث الأستاذ يحيى الثلاية وتوصيفه للحالة التي وصلنا إليها. بالنسبة لك أنت، أخطر الممارسات التي حدثت وربما أثرت على النسيج الاجتماعي حتى الآن ما هي؟ أستاذي الكريم، أخطر ما مرت به اليمن من انقسام ومن الشرخ في النسيج المجتمعي كان مع دخول الهاشمية السياسية إلى اليمن، وتقسيم المجتمع اليمني إلى سيد وقبيلي ومزين كما يدعون وحلاق وغيره. هذه الممارسات أدت إلى شرخ كبير في المجتمع اليمني، أدت إلى إن حتى إلى شرخ في العادات، والقبيلي لا يتزوج أو يتزوج من المزين وغيره. لكن هذه الأشياء كانت موجودة في المجتمع وكان المجتمع متعايش معها. متعايش معها، ولكن في الايام الاخيره بدات تتطور. هذه بدات تتحول الى داعشي، بدات تتحول الى رافضي، بدات تتطور الى طائفيه. بدات عند الاخطر من هذا هو تقديس السلاله الهاشميه في اليمن، وتحويلهم من هو اول كان يقول يدعو الى حبهم والى اعلاهم كساده، الان تحول الى تقديس، ومن يخالفهم يعاود الاعلام الحوثي او الاعلام التابع لهم بتوصيفه الى داعشي، وهنا تطور الحاله. فالأخطر طيب، سنناقش تحول ووصول الأمور إلى مرحلة الداعشي والرافضي وما إلى ذلك، لكن إذا عدنا قليلا إلى الممارسات التي حصلت وتحصل وهي بالنسبة لك خطيرة ومؤثرة على النسيج الاجتماعي وترصدها أنت ورصدتها يعني من قبل من خلال متابعتك، ما هي أهم هذه الممارسات؟ الممارسات بدأت من عند خروج الحوثيين من صعدة. عند خروج الحوثيين من صعدة بدأت ممارساتهم ضد المجتمع، بدأت تحريض العنصري، بدأت تحريض بالفعل، بدأت تفجير منازل المواطنين، بدأ الخطاب المتزمت، بدأ الخطاب الموتور ضد شرائح كبيرة من المجتمع، ضد هذه الفئة أو ذاك. بدأ الشيطنة لبعض الأحزاب السياسية، بدأت الخطاب أنا أقول إنه تكفيري، ولكن تكفيري من الجهة الأخرى، ليس تكفيري كما يدعون. حتى خطاب التكفير استخدموه للتحريض، فلان تكفيري، فلان داعشي، فلان. هذا الخطاب بالتأكيد كان له الدور الأكبر في أن يتقاتل اليمنيين فيما بينهم، في أن تزرع هذا الكم الكبير من البغضاء والأحقاد
في أن يفرق الأخ وأخوه، في أن يقتل حتى أن يقتل الأخ أخوه وهو مستمتع بأن هذا داعشي وأن الله سيكتب له الأجر، وأنه يتقرب إلى الله بقتل أخيه أو قتل جاره أو قتل. فهذه الأعمال كانت السبب الكبير في أن توجد شرخ كبير داخل المجتمع اليمني. أستاذ حفظ الله، تقول أن الأمور تطورت، وصلنا إلى داعشي ورافضي وما إلى ذلك من المسميات التي تعزز حالة الفرق التي نعيشها الآن. هناك من يتحدث عن أنه ما حصل هو أمر مخطط له، يعني هل تتفق أولا مع هذا الطرح؟ الحرب كانت مخطط لها، أما الألفاظ والدعاية الإعلامية فهي تنتجها الحرب. الحرب كانت من البداية مخطط لها، وكان الانقلاب من عندما سلم علي عبد الله صالح العلم للرئيس عبد الربو منصور هادي، كان يخطط للانقلاب والرجوع باستخدام أدوات من ضمنها الأداة الحوثية. الحرب كانت مخطط لها، ولكن الخطاب هي من أنتجته الحرب. أنتجت خطاب إعلامي موتور، أنتجت تصدع في الـ في الـ في الـ في الجدار المجتمعي، أنتجت هذا الكم الهائل من المأساة والهجرة والدمار والقتل. يعني ما أقدر أقوله إن هذه الحرب كانت أكبر كارثة تحل باليمنيين بعد الكارثة التي تتمثل في دخول الهاشمية السياسية إلى اليمن. طيب، تنضم إلينا من تعز للمشاركة معنا في هذه الحلقة وفي هذا الحوار من تعز الناشطة ريهام البدر. أهلا بك أخت ريهام. مساء النور. ريهام، أنت متواجدة في تعز. تعز تعيش حالة حصار، العيد محاصر هناك والفرحة في تعز. أولا لو تضعين في صورة أجواء العيد، كيف عاشت تعز هذا العيد؟ ما سمعت صوت القطاع. تسمعين الآن؟ أستاذ ريهام؟ أستاذ ريهام؟ أيوة معك. تسمعين الآن بشكل واضح؟ الآن أسمعك بشكل واضح. في البداية لو تحدثين عن أجواء العيد، ماذا تبقى من العيد في تعز وتعز تعيش حالة حصار، ربما يعني دمرت الكثير من المنازل، هجرت الكثير من الأسر، حتى وإن كان هناك فتح للحصار من المنفذ، لكن ربما الحالة الأمنية، وضع المدينة، الوضع الاقتصادي جعل الكثير من الناس لا يعودون إلى منازلهم. بالنسبة لكم وأنتم قضيتم هذا العيد داخل المدينة، كيف تنظرين للعيد؟ ماذا تبقى من العيد الذي كان في ذاكرتك؟ العيد في تعز حاله حال الأعياد السابقة. تعز تعيش فرحة مبتورة، سواء على مستوى الأطفال أو على مستوى الأسر أو المهجرين. ما زالت تعز تحت حصار كبير للميليشيات، مع اتساع رقعات الحصار والحرب في العديد من المديريات الريفية، بالإضافة إلى تهجير العديد من الأسر من منازلها. فهي الآن تعيش فرحة مبتورة في المدارس، في مخيمات النزوح، أو في مثلا أضرب الصلو قبل أيام عديدة وفي أيام العيد تم التهجير الإجباري لعدد كبير من السكان في الصلو. هناك الكثيرين من الذين عانوا من ويلات الحرب، وآثارها ما زالت مخزونة في الذاكرة، خصوصا الأطفال والنساء، الأطفال الذين فقدوا آبائهم وأخوانهم أو حتى أمهاتهم، بالإضافة إلى عدد كبير من مبتوري الأطراف الذين ما زالوا حتى الآن يعانون من الشرخ في الذاكرة بسبب فقدانهم لأجزاء من أجسادهم. الفرحة في تعز مبتورة، ليست مكتملة. الكثير منهم ما زالوا يعانوا بسبب، كما ذكرت أنت سابقا، الحالة الاقتصادية المتدنية، الحصار، التهجير، الآثار النفسية، بالإضافة إلى الآثار الجسدية لفئة كبيرة جدا من أطفال مدينة تعز، بالإضافة إلى السكان بشكل عام الذين فقدوا أقربائهم، أحبائهم. كل تلك المشاعر ما زالت ممزوجة بالألم،
وما زال هناك التهجير القسري بالإضافة إلى تفجير المنازل. هناك مأساة حقيقية في تعز يعيشها. طيب أستاذ ريهام، هذه المدينة أستاذ ريهام، بالنسبة لك ما حدود تأثير الحرب والانقلاب على علاقاتنا الاجتماعية؟ العلاقات الاجتماعية تكاد تكون مبتورة. العديد من الناس والسكان كما قلنا المتواجدين في المدينة لا يستطيعون زيارة أقاربهم في مستوى المدينة. مثلا هناك تعتبر منطقة الحوبان جزء يعني جزء من المدينة، لكن إذا اليوم يعني أردت الخروج إلى هذه المنطقة كأنك بتسافر إلى مدينة صنعاء، تحتاج إلى 7 ساعات للوصول إلى قريب لك في منطقة الحوبان الذي لم يأخذ منك للوصول إلى هناك أقل من 20 دقيقة في الأيام السابقة. قطعت المدينة إلى أجزاء لا يستطيع أحد زيارة قريب له في نفس المدينة. أستاذ ريهام، حتى استفيد من الوقت يعني وإجابة مختصرة إن شاء الله منك، إمكانية تعافي المجتمع والناس بشكل عام داخل البلد من ما وصلنا إليه من تأثر وتأزم وتآكل للعلاقات الاجتماعية فيما بيننا، كيف تنظرون لإمكانية التعافي؟ هل ما زال هناك مجال؟ لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن تعافي داخل مدينة تعز، وما زالت هذه الحرب قائمة. تعز واليمن ما زال المرض موجود. أوكي. يبدو أنه فقدنا الاتصال ومضطرين للخروج إلى فاصل، ومن ثم نواصل ما تبقى في هذه الحلقة من المسلمة. سأعود لك ضيفنا حفظ الله العميري ومشاهدينا لاستكمال هذه الحلقة من المسلمة. نتوقف مع فاصل. من جديد مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، نناقش فيها الكلفة الاجتماعية للحرب والانقلاب على علاقاتنا، على نسيجنا الاجتماعي، على حياتنا بشكل عام. أعود للترحيب مرة أخرى بضيفنا حفظ الله العميري معي هنا في الاستوديو. أستاذ حفظ الله، إذن ربما من التأثيرات التي تركتها هذه الحرب فقدان أهل وأحباب وأصدقاء، نزوح، لجوء. بالنسبة لك أنت، التأثيرات التي تركتها الحرب على الأسرة يعني داخل الأسرة الواحدة، يعني هناك حالة الخلاف امتدت داخل الأسرة والتفاوت في الآراء، كيف تنظر لها أنت؟ والله أنا من أتكلم أنا عن نفسي الآن عن تجربتي في هذه الحرب، يعني كناشط أو كناشط في مواقع التواصل الاجتماعي فقدت كثير من الأصدقاء، فقدت كثير حتى من الأهل الذين أبدوا عداوتهم لي بشكل غير مبرر بسبب رأيي. طبعا أتكلم ليس عني شخصيا، ولكن هذه المشكلة واجهها الكثير من الناشطين، واجهها الكثير من المنتمين بشكل عام إلى أي طرف، إلى وحتى المستقلين الذين أبدوا رأيهم في هذه الحرب. فقدتهم أنت بالحظر يعني في وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا، بالحظر حتى بالواقع لم نعد نتواصل مع بعض الأصدقاء بالرغم من محاولة الاتصال بهم، لم أتمكن من الاتصال بهم حتى يوم العيد. فكانت هذه مأساة كبيرة لي بالرغم طيب من دعوة. إذا ما تحدثنا بشكل عام بالنسبة للتأثيرات التي تتركها هذه الحرب، وإذا ما حاولت ترصد أبرز هذه التأثيرات ما هي على المجتمع بشكل عام، نخرج من الحالة الخاصة للحالة العامة. الحالة الخاصة هي تمثل الحالة العامة في الأول والأخير، يعني أنا واحد منها من 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 من, من هذا الشعب. الحالة العامة الذي تركتها الحرب، الحرب يا عزيزي تركت هناك الآن آلاف المعتقلين الذين لا يعلمون إن هذا عيد، حتى أن بعض المعتقلين أو المخفيين قسرا لا يعلمون إن يوم العيد مشى، ولا يعلمون هل هذا ليل أو نهار. تركت الحرب آلاف القتلى وآلاف الشهداء وآلاف اليتامى وآلاف الثكالى.
تركت الحرب بلد مدمر، تركت الحرب بلد تحول من 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 سيء الى اسوأ. هو كان سيء في عهد علي عبد الله صالح ولكنه تحول من سيء الى اسوأ. تركت الحرب بلدا تحول من الحاله معظم الناس او معظم من الحاله المتوسطه او من الحاله الذي يكفيه عيشه الى حاله الفقر والجوع. تركت الحرب مآسي. وندعو في استهل هذه الفرصه لادعو منظمات حقوق الانسان ومنظمات الامم المتحده المهتمه بالانسان والطفل والمراه والمجتمع بشكل عام الى النزول الى اليمن. الى هناك صور وردت في الايام وردت في الايام الماضيه من الحديده او من التحيته بشكل خاص تنذر بكوارث كبيره. كيف يعيش هؤلاء الناس في ايام العيد؟ اي اواصر اجتماعيه فعلا هذا وهذا الطفل جائع لا يجد قوت يومه. يعني تركت لنا الحرب في مأساة. صحيح. البعض الان يتخوف يقول لا اتخوف من حاله الحرب، اتخوف من ما بعد الحرب، عن امكانيه التعافي داخل المجتمع، امكانيه تقبل الاخر فيما بعد. كيف تنظر انت لهذا التخوف؟ اذا كان هناك اراده سياسيه من جميع الاطراف بالقبول بالمشروع الوطني الجامع الذي يتمثل في مخرجات الحوار الوطني ومخرجات الاقاليم والاقاليم ومشروع اليمن الاتحادي الذي يناضل لاجله الان تناضل من اجله الشرعيه والمقاومه، اذا كان هناك تفهم من جميع الاطراف لهذا المشروع. ما علاقه الاراده السياسيه بتقبل الناس للتعايش فيما بينهم؟ يعني انت تقول في بدايه الحلقه ان ربما تاثير ما وصلنا اليه للصراع الحاصل بين السياسيين الخطاب الاعلامي سيتغير مع تغير الاراده السياسيه، سيتحول الخطاب الى خطاب جمعي، سيتحول هذا التحريض الان الكم الهائل من التحريض سيتحول الى خطاب جمعي. هناك قلوب الناس ستبدا تتغير. حتى في 2011 لو تلاحظ انه كيف كان الخطاب، كيف كان الناس منقسمين الى بس تظل كانك تبسط الامور ستتغير ما في قلوب الناس. نتحدث عن قتلى، عن شهداء، عن ناس فقدوا ذويهم، فقدوا ابائهم. لا، كان فيما بعد 2011 هناك قانون المصالحه او قانون العداله الانتقاليه. اذا فعل هذا القانون، واذا انا لا اتكلم عن المجرمين، انا اتكلم عن الحاله العامه. اما المجرمين ومن قتل ومن كان تسبب في هذه المآسي من القتل والدمار فلازم من محاسبتهم ولازم ان تطالهم يد العداله. انا لا اتكلم عن التسامح مع المجرمين. هناك حاله من انا اتكلم عن الحاله الاجتماعيه بين الاب وابنه، بين الاخ واخيه، بين الجار وجاره. اما المجرمين ومن تسبب في هذه الحاله وهذه المأساة فلا بد ان يعاقب، لا بد ان تطاله يد العداله. طيب، ستنضم الينا المشاركه في هذه الحلقه وفاء الوليدي من الرياض. اهلا بك استاذه وفاء. اهلا وسهلا، حياك الله فيك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه ان شاء الله. استاذه وفاء، باعتقادك كيف اثر الانقلاب والحرب على علاقات الناس؟ أثر بها تأثير كبير أخي، أصبحت العلاقات كلها سلبية، النفسيات متعبة جدا، النفسيات محطمة، الأسر تشردت وانفصلت عن بعضها على مستوى الأسرة واحدة. هناك من يعني بداخل البيت الواحد من كثر الأحزان والشهداء والمعاقين والآلام أصبح الإنسان يعني أصبحوا الناس يعانوا من حالة الانطواء. أصبحت الحالة النفسيات متعبة جدا، لم يعد أحد يعني يحتمل الآخر أو يحتمل أن يتحمل ألم أكبر. أيضا أثر على نفسيتهم كثير. لاحظ أنه في مدن لا تنام مثل تعز، الحصار، القصف الدائم، هذا كله يؤثر على النفسية، ينعكس على نفسية هؤلاء الناس. أنت عندما ترى أخوك شهيد، ابنك، أبوك، أمك، أختك، عندما تراه يعني مضجج بالدماء أمامك إلى جانب أنك مش قادر تعمل له أي شيء، في أي لحظة أنت مهدد أنه يقصف بيتك، يقصف، فبالتالي نفسيتك أكيد بتكون جدا متعبة، يؤثر على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. أيضا أيد ضيفك الكريم عندما قال الخطاب الإعلامي، التأجيج الإعلامي الذي حاصل بين أبناء الوطن الواحد، تمزيق النسيج الاجتماعي، إلى جانب أن هناك أناس يحاولوا أن يساووا ما بين المقاومة أو من هم مع الشرعية ومن يناضل من أجل وطن وعروبة ومدنية وحياة واستقرار،
ويريد أن يعيد يعني الأمور إلى نصابها، مؤسسات الدولة التي نهبت، كل هؤلاء يسوون فيما بينهم وبين الجانب الآخر الانقلابي. هنا بالتالي أتى إلى مشاحنات أيضا، أصبح الناس فعلا أستاذة وفاء هم يصورون الوضع هكذا ويتهمون من هم في صف المقاومة أنهم هم أيضا يمارسون التحريض الإعلامي ويمزقون النسيج الاجتماعي، لكن من هم في الطرف الآخر؟ وأنا أتحدث هنا عن الناس العاديين ربما يصدقوا هذه الرواية، ما الذي نستطيع فعله نحن حتى نعكس الوضع، حتى نثبت أن ما يحدث الآن من طرف المقاومة، من طرف من يؤيدها، من الناشطين، من الإعلاميين، من الواقع، أن لا هدف لهم بتمزيق النسيج الاجتماعي، هم يبحثون عن أهداف سامية وربما غاية نبيلة أيضا. أخي ما هو أنا كنت جاي لك في الكلام، من يصدق هذا الكلام؟ من يصدق كلام الإنقلابيين وقنواتهم، قنوات الزيف والتلفيق والكذب؟ يعني من يصدقهم؟ يصدقهم الناس، الفئة الغير متعلمة بالدرجة الأولى، الفئة التي أساسا تناصرهم. أما المواطن الذي يدرك حقيقة ما يحصل، لا يمكن زي نساوي بين هذا وذاك. طيب الإعلام أو المقاومة أو إعلام المقاومة أو الشرعية هو ينقل الصورة كما هي، ما يحدث في الميدان، هو لا يريد أن يمزق النسيج الاجتماعي، بالعكس نحن ندعو إلى التسامح، ندعو إلى أن نحن نكون أبناء وطن واحد، لكن لن أتسامح مع من قتلوا، مع من سلب، مع من نهب، مع من يعني يد تلطخت بالدماء، كيف أدعو إلى التسامح معه؟ طيب أستاذة وفاء، هو ينقل الحقيقة. أستاذة وفاء، الآن أنت وصفت الوضع أنه ربما حالة سيئة ما وصلنا إليه فيما يخص العلاقات الاجتماعية فيما بيننا الآن، وتأثير الحرب والانقلاب على الناس، حالة فقدان، استشهاد لناس، جرحى، ناس فقدوا أجزاء من أجسادهم، أطفال تيتموا، نساء ترملنا. موضوع البعض يتحدث عن أن ما حصل هو نتيجة أمر مخطط له، يعني مخطط لليمن أن يعيشوا هذه الحالة وأن يصلوا إليها. إذا أردنا التوضيح للناس بالنسبة لوفاء الوليدي، أن الأمر إذا كنت تتفقي مع طرح أن ما يحصل هو مخطط له، كيف يمكن أن توضحي أو تفسري ذلك للناس؟ بالتأكيد أخي مخطط له، مخطط أن اليمن لا تستقر، مخطط أن الوطن العربي بشكل عام يظل في هذه الزعزعة. يعني إيران اقتحمت كثير من الدول العربية، جميعنا يعرف أنه اقتحمت كثير من الدول العربية، خططت ودبرت واشترت النفوس الضعيفة، المخلوع، عبد الملك الفوزي جعلتهم الفتى الأرجوز الذي ينفذ كل مخططاتهم في اليمن، واستخدم أشخاص معينين. بالتأكيد هناك تخطيط أنه لا يستقر الوطن العربي، أنه اليمن تظل دائما في صراع دائم، في مشاحنة، في قتل، في يا أخي حتى على مستوى إحنا، يعني على مستوى الذي عنده شهيد أو الذي ما عنده شهيد، حتى الإنسان المواطن العادي الذي مغترب أساسا من زمان خارج وطنه، متألم على وضع بلده، متألم جدا على الوضع الذي حصل بلده، مش قادر يعيش باستقرار، مش قادر يعيش بهدوء. أقول لك إحنا في العيد الآن، فرحة العيد، يعني فرحة العيد. صحيح أن قد يكون هناك بعض الناس متألمين لما يحصل، لكن ربما هم قد كفروا بالكل، يعني بالجميع، بكل الأطراف. مستحيل، يعني شوف مسألة الكفر بكل الأطراف والحياد، هذا يعني في الوقت الحالي مستحيل، يعني غير صحيح. الحياد الكفر بكل الأطراف، معذورين كثير من الناس عندما كفرت بكل الأطراف، لم تكفر بكل الأطراف مثلا لمجرد فراغ أو لمجرد الناس تعبت، الناس يعني الآن في السنة الثانية وهم يعانوا من هذا الانقلاب، في السنة الثانية وهم يعانوا من هذا التشرد، من هذا القتل، من 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 سفك الدماء، التدمير، التحطيم، للسياد، التحطيم المدن، يعني طبيعي أن يكفروا بكل الأطراف، لأنه ما وجدوش فعلا يعني أنه أطراف صادقة تتحرك. والسبب الحقيقي يا أخي، هناك في سبب لهذا الكلام، إنه ما زالت حتى في كثير من الأماكن ما زال المخلوع وبقايا المخلوع موجودين، يعني في أماكن مهمة موجودين ومسيطرين على هذه الأماكن، فبالتالي من الطبيعي أن يكفر بكل الأطراف، الناس تعبت. أستاذنك تبقي معنا أستاذة وفاء حتى ننهي الحلقة، معك عود ضيفي في الاستوديو حفظ الله العميري. البعض يقول أن ربما قد نحتاج إلى عشرات السنين حتى نرمم ما حصل
فيما يخص العلاقات الاجتماعية، كيف تنظر لهذا الطرح؟ قد نحتاج لعشرات السنين فعلا، ولكن نحتاج في البداية إلى إرادة مننا نحن كيمنيين أن نتصالح، أن نتناسى الماضي، كما قلت لك نتناسى ما حدث بيننا من شرخ، بدون أن نتناسى من قتلنا أو من تسبب في هذا الشرخ. لازم أن تكون المصالحة الوطنية القادمة شاملة للعدالة، ليست مصالحة فقط، العدالة للمظلومين، العدالة للذي تعرض للقتل، الذي تعرض للإنصاف لهؤلاء المظلومين، هو من أسس العدالة. إذا لم تنصف لهم فستورث حقدا. تتحدث عن عدالة، ماذا عن الانتقام؟ ماذا عن حالة الحقد ربما التي ستبقى في نفوس البعض؟ وهنا من حذر من خطورة أن الخطير ليس ما يحدث الآن، الخطير أو الخطورة تكمن في مرحلة ما بعد الحرب. المجتمع اليمني معروف مجتمع قبلي، ربما تظل الثارات لسنوات. إذا كان هناك عدالة وكان هناك قانون يطبق على هؤلاء، على كل من تسبب في هذه المأساة التي وصلنا لها، فلن يضطر اليمنيون الأخذ بثارهم بأيديهم. الأخذ بالثار يكون عندما لا توجد الدولة. حتى في أيام حكم علي عبد الله صالح كانت لا توجد هناك عدالة، وكان اليمني يأخذ بثاره بيده. فما بالك كان معنا شبه دولة دمرت، ما نحتاج ربما أيضا عشرات السنين حتى الدولة. إذا كان اليمني يأخذ ثأره في شبه الدولة، فما بالك في ما بعد في اللا دولة. لم تتبقى دولة. طيب أعود للسؤال، النقطة هنا الذي أريد أقولها، الإرادة السياسية تكون في بناء الدولة والعدالة والأخذ بقصاص من القصاص من هؤلاء الذين أجرموا. أما في أن تفكر بالعدالة قبل أن تبني الدولة فهذا من المستحيل. أعود للأستاذة وفاء الوليد. أستاذة وفاء، ماذا عن احتماليات أو احتمالات تغلب اليمنيين على ما حصل، على حالة التمزق والشروخ الآن في النسيج الاجتماعي؟ هل هناك احتمالات لأن تنتهي هذه الشروخ، ومتى يمكن الحديث عن ذلك؟ كم نحتاج من وقت؟ شوف، هي المسألة لا تقاس بالوقت، المسألة بقدر ما تقاس بماذا سيحصل. هل سيكون هناك عدالة انتقالية حقيقية؟ هل سيكون هناك مثلا جبر للضرر الناس؟ هل سيكون يعني سيحاكم من قاموا بهذه الأعمال؟ هل سنخلص من الرؤوس الذي تسببت يعني بالدرجة الأولى، المقلوع عبد الملك الحوتي وغيره، هذه القيادة التي تسببت في دمار اليمن، هل ستحاكم محاكمات دولية؟ هذا هو السؤال الأهم. أما بالنسبة، أنت أثرت نقطة مهمة اللي هي الثار، بالذات القبائل الذي لا تنسى الثارات. هذه نقطة جوهرية لازم نحن يعني نعملها بعين الاعتبار. اليمنيين بحاجة إلى مراكز إعادة تأهيل نفسي، يعني أصبحوا الآن بحاجة لإعادة التأهيل النفسي. وبنفس الوقت إحنا شعب طيب وسريعا ما يصالح، سريعا ما يسامح، ولكن في المقابل نريد أن يكون هناك عدالة حقيقية. يعني أنت لما تشوف أنه أحد أخذ بحقك فعلا، بالتالي قد تتصالح تسامح. أنا أشوف أنه على مستوى الأسرة، على مستوى من اختلفوا في وجهات النظر، أستاذ وفاء، من كان معه ومن كان ضد، هؤلاء قد يتصالحوا. أما من طاقت الدم في الدماء، لا أظن أنه سيكون هناك مصالحة بسهولة. أستاذ وفاء، إمكانية تأهيل نفسي اليمنيين تتحدثين عنه صعب الموضوع، يعني ملايين، يعني كم نشتي عيادة طبعاً نفسية؟ أي والله صعب جدا. هو قدنا أقول لك، إذا اليمني إذا وجد فعلا عدالة انتقالية حقيقية وقبر ضرر مش عارف إيش، لكن يلزمنا وقت طويل جدا، يعني يمكن نأخذ سنين طويلة على ما نستطيع. أشكرك جزيلا، أن فعلا نتجاوز هذا كل الذي حصل. أشكرك جزيلا أستاذة وفاء الوليدي. أشكرك جزيلا أستاذة وفاء الوليدي الناشطة الحقوقية، كنت معنا من الرياض. كلمة أخيرة لك في نص دقيقة، إذا كان هناك لك من تعقيب أو كلمة تريد أن تقول في نهاية الحلقة، حفظ الله. كلمتي للإعلام المقاوم.
الإعلام المقاوم بدأ وكأنه مغرورا على الناس. الإعلام الموجه من علي عبد الله صالح ومن ميليشيا الحوثي يخاطب الناس البسطاء، يوجههم، وحتى إن خطابه تحس إن هذا الخطاب ليس موجه لك أنت كإنسان مثقف، هو موجه للشريحة البسيطة، ولذلك قدر يخاطب الناس البسطاء، قدر يغرر عليهم، قدر يحرض صدورهم، يغرر صدورهم. الإعلام المقاوم يوجه خطابه للناس المثقفين، ومعظم الشعب اليمني كما تعرف جاهل. نتمنى الالتفات لهذه النقطة. شكرا جزيلا لك حفظ الله العميري، مضطر لمقاطعتك، انتهى هذا الوقت أو الوقت المخصص لهذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، المساء اليمني مستمر معكم السبت وحلقة جديدة، وسيكون معكم الزملاء. شكرا لكم، انتهت هذه الحلقة، كونوا بخير، في أمان الله.